الله إليكم. يقول الأخ الرشيد دوير في سؤاله الثاني: ما حكم فعل امرأة قامت بغسل جنازة زوجها وبعد ستر الجنازة اعترفت للجميع وقالت إن هذا الرجل قد طلقني، فهل يجوز لها غسله؟ وهل على المريض طلاق يقع؟ مسألة الطلاق في حالة المرض هذه فيها تفصيل، إن كان مرضا مخوفا أو هو في سياق الموت فإنه لا يقع بالنسبة للميراث وبالنسبة للعدة، لأنه متهم بقصد حرمانها، متهم بقصد حرمانها. أما إذا كان طلقها في مرض غير مخوف أو طلقها في حال الصحة أو طلقها في مرض مخوف لكن بطلبها هي منه، فإن الطلاق يقع على كل حال في هذه الأمور، لأنه غير متهم بقصد حرمانها. وإذا كانت قد طلقت منه فإنه لا يجوز لها أن تغسله، إنما يجوز للزوجة أن تغسل زوجها. أما المطلقة التي طلاقها باين، مطلقة طلاقا بائنا، هذه لا يجوز لها أن تغسل مطلقة لأنها أصبحت غير زوجة. نعم.